مشاهدينا الكرام في قناة فوق تي في، اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في هذا البث المباشر مدينة الدار البيضاء. اليوم معي واحد السيد اللي يحاول يقرر من اسمي ديال الديسير خصوصا مع بداية الاسبوع. الاسمنة واش غالية ولا رخيصة؟ وزاد بنا التأكيد مع فصول الصيف. السلام عليكم. السلام. السلام. خويا الديسير بعدا غالي ولا دخلك في بلاصتك؟ نعم. الديسير غالي ولا رخيص؟ بالنسبة غالي. بحال التفاح في المارشي ديال 10 10 ونص. تعود مشماش تا هو 10 11 ونص 12 البنان 8 دراهم 8 ونص اثمنه ما مقداش كل حاجه بثمن. شنو اللي خلى الديسير يغلى بحال هكا بالطريقه هذه؟ واختي الطريقه اللي داروا هو هادشي ديال المازوت شويه زاد وكل شيء غلى. شنو الاقبال؟ علاش الاقبال كيكون اكثريه؟ نعم. شنو الديسير اللي كيكون عليه الاقبال بزاف؟ ودابا اختي شنو ما كاينش الاقبال؟ واخا عاودينا شويه على هذا الاقبال اللي ما كاينش، والسبب ديالو في نظركم انتم كبياعه؟ والسبب ديالو هو المدخول ما كاينش، الناس شويه الخدمه ناقصه والمصروف غالي علاش الناس ما كاينش الاقبال في هادشي؟ كتخرج السلعه ما كاينش ليه الزمان. هو كي كتشوف هنا دابا شاري البنان ب 8 دراهم كتقول غير تسعود 10 ما كاينش لي قبلها منك التفاح وكواك المشماش هو ب 11 درهم كتقولي ما 260 ومسير عليه كلشي ثاني ما كاينش الاقبال سويله حتى هي 7 دراهم ونص 8 كتقولي ما 8 دراهم ونص كيقول لكم 5 دراهم باغي غير الحبه وما كاينش الهزام كنخرجوا السلعه كنبقاو نشوفوا كتقولي انا المواطن ما يقدش على الاثمنه. نعم. مواطن بسيط واش يقد على هاد الاسئله؟ لا ما يقدش عليها. ما يقدش عليها. علاش قدر؟ علاش الناس ضعفاء وكاين اللي مسكين خدامه ب 70 درهم 80 درهم عندو الكرا عندو الوليدات عندو الماء الضو وكيدير 70 درهم كيدير ياخذ عليهم ديسير يخلص بها الكرا يخلص بها. شو رسالتك باش المسؤولين بسبب غلاء الاسعار؟ نعم. شو الرسالة اللي تبغي توجه للمسؤولين بسبب غلاء الأسعار؟ واخويا كنتمنى المسؤولين يتعاونوا مع الدراويش والمساكين ونطلبوا الله يكون خير إن شاء الله. واخا الديسير ديما غالي ولكن ممكن مرة كينقص من الماركيزة؟ بالنسبة في هاد الأيام شوية غالي ما كينقص. من يتزاد مازوت ما كينقص. شكرا. مشاهدينا الكرام في قناة فوق تي في وصلنا إلى نهاية الفيديو، باش إن شاء الله نلتقي معكم في وقت مباشر آخر. إلى اللقاء.